جزائرية عربية في فرنسا واجهت الضغوط وتواصل مواجهة الضغوط يوما بعد يوم. هي الجزائرية إيمان خليف نجحت منذ قليل في الفوز على بطلة تايلاند بنتيجة 5-0. تواصل اكتساح المنافسين بمئة رجل. نجحت في العبور إلى نهائي منافسات الملاكمة في أولمبياد باريس 24 لتلتقي منافسة صينية يوم الجمعة المقبلة. هم يهاجمون، هم يقومون بعمل المؤتمرات الصحفية، هم يصدرون البيانات. هي تفوز وتفوز وتفوز، والآن على بعد خطوة من الذهب أو على أقل تقدير فضة للبطلة العربية الجزائرية ست الستات إيمان خليف. متابع القصة بتاعت إيمان؟ طبعا متابع. بس هي بترد. أنا بيعجبني بقى الشخصيات اللي زي إيمان دي بطلة بقى دي بترد مش بالكلام ومش بترد بالفعل. بترد بالفعل، محدش قادر يوقفها من بعد الحاجات اللي حصلت دي، محدش قادر عليها. ما شاء الله. طبعا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.